هذا وقد اكد الرئيس السيسي ان التكلفه التي يتم انفاقها في المشروعات التنمويه تفوق بكثير ما يتوقعه الكثيرون. واوضح الرئيس السيسي ان كل اجراء لم تنفذه دوله خلال خمسين عاما سابقه تدفع ثمنه الان. موضحا ان هناك حراكا كبيرا داخل الدوله. التكاليف اللي بتتعمل في المشاريع دي اكبر كثير كثير من اي تكلفه بتتعمل في الدلتا. ليه؟ اكيد وانتم جايين شفتوا ان احنا دخلنا في عمق الصحراء رغم ان الشريط الموازي للنيل بيتزرع بطريقه تانية خالص ولا يا دكتور مصطفى؟ بيتزرع ايه؟ بيتزرع بانحدار طبيعي للميه ودي رابع او خمس مره اقولها. يعني ايه بانحدار طبيعي؟ يعني مش محتاجين حاجه الميه ماشيه من العالي لل يعني للمنخفض وبالتالي ما فيش مشكله فيها. ولكن لما تيجي تبصوا من فوق على الشريط الموازي للنيل خلال السنين اللي فاتت تيلونا ان احنا بنينا عليه وسيبنا الصحراء وسيبنا الظهير الصحراوي اللي موجود اللي ممتد على اجناب النيل اللي كنا ممكن نبني فيه مدن ونبني فيه حياتنا ونسيب الارض الزراعيه الغاليه ديت اللي تكلفتها علينا مش كتير كل اجراء احنا ما عملناهوش بندفع ثمنه دلوقتي كل اجراء الدوله ما خدتش بالها منه وما عملتوش انا مش بتكلم في سنه و وعشرين انا بتكلم في أربعين وخمسين سنه وعشان كده بقول لينا كلنا لحتى احنا دلوقتي في نقاش بيتم في البلد وفي حوار بي يعني في يعني في حراك كبير جدا جدا واحنا سعداء بيه